طبعا لم تمضي يعني لم يمضي زمن طويل حتى اعلن الحكم عن تعليق المباراه، 12 دقيقه فقط يعني، وقام الحكم بتعليق المباراه نسبه للامطار الغزيره التي عمت مدينه ود مدني وكل ارجاء ولايه الجزيره، وهو نفس او هي نفس الامطار وان تاخر هطولها في استاد المناجم في مباراه الاتحاد واهلي الجبارك في ذات المجموعه، ولكن استمرت المباراه حتى قبيل فاصله النهايه بالثواني حينما كان الاتحاد متقدما بهدف اللاعب بيتر اوبي، ولكن الحكم يعني لم يعني يوقف اللعب نسبه لان الكره يعني عجز اللاعبون عن حتى دحرجه الكره على الارض نسبة لغزارة الأمطار وانتلأت وفاضت أرضية الملعب بين المياه، وبالتالي هذا مأخذ على حكم المباراة، وبالتالي استطاع أهلي الجبارك أن يدرك التعادل من كرة أراد حارس الاتحاد استلامه، ولكنها توقفت مسافة بينه وبين المهاجم ليكون يعني الحارس بعيدا أو الكرة بعيدا عن متناول الحارس، وتمكن لاعب أهلي الجبارك من تسديد الكرة في المرمى وإحراز هدف التعادل الذي احتجت عليه جماهير استاد المناجم، وبالتالي قامت الشرطة بإطلاق الغاز المسيل للدموع، وبالتالي لا ندري مصير المباراة حتى الآن، هل هي معلقة ما تبقى من زمن أم أن الحكم أطلق الصافرة في مكان ما، ولكن لا ندري، لكن كان هناك هرج ومرج يعني بعد نهاية المباراة، فهو يعني طبعا من جمهور الاستاد، وبالتالي نحن نحتاج ل يعني بيان او تصريح من مراقب المباراه حتى نكون على إلمام تام بما دار بعد المباراه من حكم المباراه.